يلا حطها هون عندك. يلي أمرتنا فيه صار معلم. برافو يا ميت، أهلا وسهلا فيكي، نورتي بيتك الجديد. اسمعيني، المفاجآت ناطرتك. هاي شو ناويين تخلوها أخذي راحتها؟ لفوها بالحبل يلا. يلا اربطها. العمى شو هالمصيبة؟ كهاني ما عاد إلي علاقة فيها أبدا، ومع هيك لازم ضل منتبه. معناها لازم تغض نظر عن كل شيء. ولازم تنام، وإلا رح تضل تفكر فيها غصب عنك. تعا يلا عود هون. رح ذكرك بشي يمكن مانك متذكره لأنك هلأ كبرت. أنت لما كنت صغير، لما ترجع فرطان من تعبك على قد ما لعبت، كنت تخليني دلك لك راسك لترتاح، وكنت ضل أفرك لك يا منيح بزيت الزيتون، وبعد تبلش تخفى وتروح بسابع نومة. واليوم أنا شايفتك تعبان، دلك لك يا؟ ماني عرفانة من وين بدي بلش لوصلك الخبر يا ابني، بس كهاني في ناس خطفوها. بعرف يا ابني مانو سهل عليك بنوب انك تسمع هيك شي، بس للأسف هاد مصير كل البنات يلي مثل كهاني. حاسة انك خايف عليها كتير لأنها كانت بيناتنا بهالبيت، وهي بتعرف انه لازم تطلع من هون هلأ أو بعدين، وهيك رح تكون نتيجة كل شي عملته بحياتها من قبل. يوك إنك تخاف على الناس هاد شي منيح يا ابني، وإنه نحس بوجعهم كمان هاد مانو غلط أبداً. أنا علمتك هالشغلات اللي منيحة، بس الدنيا كبيرة كتير يا ابني، والحياة فيها صعبة. إذا بتضلك على هالحالة عم تاكل هم الكل وتحس بوجعهم دايماً، رح تنقلب الحياة عليك وتتحول لعقاب. حاول تنام منيح. أنا محبوسة هنيك وإنت هون قاعد بحضن أمك وعم تدلك لك راسك؟ ماشي، لك أنت شخص ما عندك قلب بنوب، ما همك أبداً شو صار معي. كهاني خير؟ شبك شبك لك شو صار؟ أمي أنا لازم روح ودور على كهاني. ما رح أسمح لك تعمل هالشي يوم. بدي حلفك بحياتي إنك ما تروح تدور عليها. أنت ليش ما عم تفهم وتستوعب إنه ما حدا من هالعيلة رح يسمح لك تصرف مليونين روبية عليها؟ وهالشي مستحيل يصير لو شو ما صار عليها. لهيك شيل هاي الأفكار تماماً من قلبك وعقلك وفوت نام وارتاح. ما حدا هون؟ شو عملت أنا لحتى طربتوني إيدي ورجلي؟ يوغ وينك؟ أنا ما بعرف ليش قلبي حاسسني وعم يقلي إنك رح تنقذني. ماني عرفانة وين أنا؟ لو تعرفي أنت وين قاعدة. هالمنطقة مقطوعة وما فيها حدا، في احتمال إنك تروحي من هون بحال عيلتك لبوا طلبنا ودفعوا مليونين روبية فدية. بس مين انتو؟ شو هي مشكلتكم معي؟ ما أنا مشكلة، بس مصلحتنا معك، بدنا مصاري.
ونحن لهذا السبب خطفناكي وجبناكي لعنا. بترجاكم خلوني روح، عائلتي ما رح يدفعوا لكم شي. يا خلاصي. عالم ولا حرف. شوبي، يا ترى الناس اللي كانت ساكنة ببيتهم عندهم استعداد انه يدفعوا فدية الى مليونين روبية؟ هون المشكلة. اذا حكيتوا معيوق اكيد رح يدفع. متفائلة، ما رح يدفع قرش. رغم كل شي صار، بس أنا واثقة إنه يوغ رح يجي وينقذني من بين إيديكم. ومين مفكرة يوغ اللي عم تهددينا فيه؟ ها؟ لتكوني حبيبتي عن جد من كل عالك حبيبتي لهالزلمة؟ لنفرض صحيح إنك كنتي عشقانتي، بس ابن عيلة محترمة ما رح يحب وحدة رقاصة مثلك وعلى شكلك. هذا الحكي صعب يصير، طمني ما رح يجي. أنا قلبي عم يطمني وواثقة رح يجي يوغ، رح يجي وينقذني من بين إيديكم، ورح نشوف مين رح يضحك بالآخر، أنتو ولا ثقتي بيوغ. عن جد؟ معناها هلأ رح نعرف. يلا اختاري واحد من هدول الإصبعين، لأنك ذكرتيني بهالكم كلمة اللي سمعتيني ياهن بلعبة كنا نلعبها لما كنا أولاد، لنشوف وين مصيرك رح ياخدك هلا. هاد ولا هاد؟ شو احكي؟ معلم خلينا نهدي اللعب هلا، شو رايك؟ شو ما كنت حاطت خيارات براسك؟ أنا واثقة إنه السيد يوغ رح يجي لهم، مستحيل يتركني بهيك ظرف لحالي. شوفي ليه عم تطلعوا فيني هيك؟ طمنوا ماني رايح دور عليها. ما سألناك لوين رايح أو إذا طالع تدور عليها، أنت من حالك حكيت. في كمان شي تاني؟ لا أمي، بس أنا كنت بدي أقلكن أني رايح على شغلي. الظاهر أنه صهري طلع مثله مثل عيلته. هي المصيبة راحت عن هالبيت، فضل الرب على قد ما دعينا له كتير وترجينا. الرقاصات اللي مثل هي بيكونوا الحرامية حاطين عينهم عليها، لهيك خطفوها مشان يطلبوا فدية ليساووا فيها شو ما بيحلالهم، يا بيخلوها عندهم أو مشان تجيب لهم مصاري. لما كانت هون كنتوا تحكوا عليها بالعاطل، بس هلأ هي ما عادت موجودة لتحكوا عليها. ليك لهالقد مهتم؟ خلص هي راحت من هذا البيت، وهالشي مخليني مبسوطة. شو كنتنا؟ ماني قدرانة افهم تصرف ابنك الصغير بهي القصة. روناك جونجان. نعم اختي. هلأ بتحكوا مع المدير انه ممنوع يسمح ليوغ يسحب مصاري تحت اي حجة شو ما كانت. ايه امرك؟ ما بيصير انت تأمري بشي ونحن ما ننفذه، صح؟ انت الكبيرة، ما؟ انا قصدي انت الامرة والناهية وكلنا بأمرك. انا هلأ رح نفذ اللي طلبتي، ومن حظنا انه ابي وعمي عملوا حسابهم لكل شيء وزبطوا الامور كلها من قبل، ومنعوا اي حدا انه يسحب اي مبلغ قبل ما ياخذ اذن الجميع ويوضح كرمال شو، صح امي؟ لهيك يوغ ما رح يقدر هلا انه يسحب اي مبلغ، فكيف مليونين؟ ضل بدي شغله اخيره. ممنوع يصير أي مكالمات. كتير منيح. حرام عليكم يلي عم تعملوا. ليش هيك؟ خطفوا أختي
أنا كيف رح أدور عليها لحالي؟ أنا بدي حدا يساعدني لاقيها. أنا رح أنقذها لأختي كهاني. معلم، رقمهم مو موجود بالخدمة. هذا بيعني إنه ما في حدا رح يجي كرمال ينقذها. ليش أنا خايف على هي الرقاصة لهي الدرجة؟ بالعكس لازم أفرح، لأنه هي طلعت من البيت. إيه، أنا مبسوط. كهاني! شو عملتي فيني لحتى خليتيني افقد تركيزي؟ أنا ليه عم شوفك بكل مكان؟ لك كنت أكره اسمك لما أسمع فيه، كل كلامك وذكرياتك. ليش ما عم تروح من بالي؟ بالأول كتير عذبتيني، هلأ خوفي عليك عم يعذبني. ليش؟ احكي لك شي؟ شو عم تعملي هون؟ لا تهتم لهالشغلة، انت بتعرف انه قلبك طيب كتير، هيك كانت اختي تقول عنك. قليلي شو ساوي؟ لازم تجرب طريقة اختي. كانت تقول لما توقع بمشكلة كبيرة حط ايدك على قلبك وهو رح يعطيك الحل. حطه على قلبك. بدي حلفك بحياتي انك ما تروح تدور عليها. الحلفان شيء كتير كبير، بس مانو أكبر من حياة أي حدا. رح أكسر حلفان أمي وأنقذ حياة كهاني، بس من وين بدي بلش؟ يا الله كون معي، دلني على الطريق الصح. إلك شغلة مهمة؟ احكي لي راني. مجرد أني أوصل لهنيك رح أتحمل مسؤولية كهاني ورح أنقذها. بالله انت شو لسه ناطره يا ست الحسن؟ لا تكوني ناطره حبيب القلب يوق. ارقام الجماعه كلهم مو موجودين بالخدمه، انا هلا فيني اعمل شو بيحلالي بمستقبلك، فهمتي؟ مستقبلك بايدي. خلينا نشوف لوين رح ياخذك مصيرك، لانه توقعاتي بعمرها ما خابت وما كانت غير صح. وشفتي بعينك انت مالك اي اهميه عند الناس الاكابر. وأنا هلأ صار لازم أسكن. فراس! شو؟ شو مفكرين حالكم قبضايات؟ تعوا فكوا رجلي وصدقوني بعدها رح ورجيكم مين بكون أنا. أنا كتير هادية، بس بلحظة بتحول لقنبلة. شو؟ قنبلة؟ قنبلة. واحد، اثنين، ثلاثة. خير؟ جيت لتشوف حدا؟
ولا بدك راقصات لشي حفلة معينة؟ عنا كل أنواع الراقصات، مثلاً الرقص الشعبي وكل شي. جاية لدور على مرتي، هي كمان رقاصة. هدول هن البنات يلي عنا حالياً، صح؟ إجت وحدة الصبح، بدك تشوفها؟ هي مرتي، اللي شايفها قبل؟ هي الملكة شامشام؟ هي راقصة محترفة، طلبت منها تشتغل معي، بس هي ما قبلت أبداً، جدبة. ليك هي حياتها بخطر هلأ، خطفوها من يومين. ليك إذا عندك أي فكرة مين الجماعة يلي خطفوها ولوين، لو سمحت خبرني. استعزي، مونة بيعرف وينها؟ مونة؟ هذا زلمة كتير منحط، ما بفيدك بشي. ما بهمني إذا كان منيح ولا عاطل، إذا بيقدر ياخدني على المكان يلي فيه مرتي، هذا يلي بهمني حالياً. لو سمحت خليه يجي. تكرم عينك، رح دق له فوراً. قلبي عم بيطمني إنه هو أكيد جاي، ما عندي شك بهالشي. وحتى لو ما أجيت اليوم لتنقذني، ما عاد يكون في جواتي أي عتب عليك، لأنه أنت تغيرت بنظري من شخص سيء لشخص كتير منيح وطيب. بس أنا لساتني رقاصة بنظرك، وكمان بنت سيئة، والناس الشرفاء ما رح يسخوا يدفعوا ملايين كرمالي نقذوا رقاصة. بس ما تاكلهم، لا تخاف، أنا رح أنقذ حالي. بس اضحك لي بكل مرة بتشوفني فيها، لأنه الضحك بيلبق لك. بدنا 500,000. لا تتطلع فيني بهي الطريقة، القصة صعبة وعم خاطر بحياتي، فرح آخذ 500,000. خد سيارتي، حقق أكثر من يلي طلبته، بس وصلني لإلها لو سمحت. كيفك هلا يا حلوة؟ نحن ما عنا أي مشكلة إذا هذا يوق ما إجا ودفع كرمالك مليونين، لأنه رح نطالع أكتر. يلا فكوها وجيبوا لي إياها فورا. لوين رح تاخدوني؟ ماني رايحة لمكان. يلا بسرعة، يلا. لا يلا امشي امشي، يلا. المفتاح، خلينا نستعجل. ألو؟ هايوك، أنت بالمكتب مو هيك؟ إيه، شو؟ لا ما في شي، بس اشتقت لك كتير وقلت منحكي فيديو، وإذا كنت فاضي بركي منحكي شوي، شو رأيك؟ ليش؟ مو مصدق أني بالمكتب؟ أنا آسف كتير لأني مضطر أني كذب عليكي. حضروا لي قاعة الاجتماعات بسرعة، ما بصير نتأخر. رح أتصل فيكي بعد الاجتماع، ماشي؟ يوك بحياته ما كذب عليه. أنا سبق وخبرتك وفهمتك أسلوب حياة يوك وطبيعته يا جونجان. لازم تستوعبي وثقي بجوزك ترتاحي. أنا طول عمري بوثق بيوك وبحبه، لما أشوف هالخبيثة كهاني معه على طول، أنا ما بقى فيني أوثق فيه. وإذا أنا هلأ رحت وشفته بعيني بالمكتب، أكيد رح يطمن قلبي. أنا رايحة أطمن عليه وأرجع. جونجان، نصيحة، لا تروحي لعنده يا بنتي. إذا رحتي ولقيتيه بالمكتب يمكن يزعل، وبوقتها صدقيني ضميرك رح يأنبك كتير كمان. لا تروحي. دقيقة شوي، خليها تروح تشوفه وتطمن عليه بنفسها. وين الغلط بهذا الشيء؟ هاد انتي يلي عم تحكي هيك؟ انتي يلي بتعرفيه وبتعرفي صدقه واخلاقه من وقت ما كان ولد صغير. بس هو صار شاب وما عاد ولد صغير، وانا بعرف كمان انه الشباب بينسوا تربايتهم وفورا بيتخلوا عن عاداتهم يا اختي. مشان هيك جونجان، روحي هلا على المكتب واطمني عليه بنفسك. إذا لقيتيه بيكون على حق،
وإذا ما لقيتي بيكون دم أبوه طغى على ترباية الأم. وطبعاً أنا بتمنى إنه يوغ ما يخيب أملنا فيه. روحي غونجا. من زمان كتير بسمع الناس وهنن عم يتمسخروا علي، أنا تعودت اسمعهم وأسكت على طول، بس أنا بدي أعرف شو إله لزوم تتمسخري علي وتهينيني وأنا بهالعمر هاد. قولي اللي بدك تقوليه بدون لف ودوران. أي بيت بهالدنيا بيوقف على أربع حيطان إلا هالبيت هاد؟ كان واقف على كتافي وكتافك أنتي، تحملنا كل هالعمر وكنا سوا على الحلوة والمرة، صبرنا مع بعض طوال الوقت سنة بعد سنة وما تضايقت من كل هالقصص هي. بس لما أنا صارت هالمشكلة معي أنتي فصلتي حالك عني. ليش؟ صرتي تتمسخري علي، قليلي إذا عندك مشكلة لحتى نقعد ونحكي ونقدر نلاقي حل مع بعض. أنا ما فيني خبرك يا أختي، لأنه هلأ أنتي حماد غونجان، أنتي هلأ واقفة قدامي وقاعدة عم تعدي أخطاء بنتي غونجان ونسياني أخطاء ابنك. أنا بحياتي كلها ما فرقت بنتك عن ابني ولا ضايقتهم بكل شي عم بيصير، بس يا ريتك أنتي تعرفي هالشي يا أختي. لازم خبر كهاني بالحقيقة، لهيك لازم وصل لعندها. بابا شو صار لك؟ بابا شو عم يوجعك؟ رد علي بابا. بابا شم هوا قلي. يلا يلا هلأ رح طالعك، يلا رح طالعك بسرعة. بابا صرت أحسن؟ ها؟ جيب لك مي؟ يلا تكرم عينك. بابا رايح أجيب مي. صحة بابا كتير تعبانة، ممكن أخذ مي؟ ايه طبعاً. شكراً إلك. أهلين. بابا؟ مرحبا، رح احكي عن ثلاث مزايا لعملية خطف الست كهاني خانم اللي صارت بالبيت. اولا انا ما علي خطر ابدا، يعني العيلة مستحيل تشك انه انا اللي خطفتها للست كهاني، ولو حتى شكوا انه انا بقدر اخطفها ليش حتى اطلب فدية بعد الخطف؟ صح؟ ها؟ رح اقول الميزة الثانية. الميزة الثانية مهمة وهالميزة ما حدا بيعملها غير المعلمين، اسألوني كيف. ما في حدا بيدفع مليونين روبية بس ليحرر رقاصة رخيصة، وحرام حبيب قلبي يوغ ما رح يقدر يجمع مثل هذا المبلغ الكبير، ولهيك طلبت المعلم اللي بيقدر يعمل معها شو ما بده. الصلاحية إله يقطعها يشقفها، يعني هو حر يعمل شو ما بده بهاي البنت. انتو فيكن تتخيلوا شو ما بدكن، وسعوا خيالكم، تخيلوا. تمام؟ هلأ صار دور الميزة الثالثة والأخيرة، هي بتصب بصالحي. أنا عن جد كان بدي أتزوجها وخليها سيدة محترمة كتير، وعن جد حبيتها وعشقتها من قلبي، بس الغبية خربت كل شي بيناتنا وما عاد إلي نفس أتزوجها. بس هلأ فيني امسكها ودوس على كبرياء أو بدون زواج كمان. لك شو هالذكاء تبعي؟ ألو. إيه ألو، خود الملكة شامشام وين ما حبيت وفيك تعمل معها شو ما بدك، عم تفهم؟ خود راحتك، بس أول شي خبر الكل بهالحكي هاد. ماشي رح خبرهم، بس دير بالك ما بدي اياكم تنمسكوا. ما حدا بيعرف اي شيء عن شغلنا ابدا. اطمن ولا تخاف من شيء، ما في اي حدا بيقدر يلاقينا.
من هي الجهة. كهاني، كهاني وينها؟ مفروض تكون هون. ايه مالها موجودة؟ الو ليك، قلت لي كهاني المخطوفة هون، جينا وما لقيناها. سألوا عن مكانها بسرعة. لك اسمع شوي انت، إذا كنت طول الوقت مؤدب معك هذا ما بيعني تتمادى، فهمان؟ أنا الشخص عصبي كتير، ليك إذا ما لقينا الخاطف بأسرع وقت رح تطلع عصبيتي فيك، أنت عم تفهم؟ ليك اسمعني منيح، خليك محترم معي ولا تحكي زيادة ماشي؟ إذا ما قدرت تلاقيها رح تلاقي شي يدل عليها، وأهم شي لا توجع لي راسي، امشي معي. طيب بس أنا اللي رح سوق، أنت شوفير كتير بطيء، دلني على الطريق وبس. ثبتي بمكانك وليك. يلا لو سمحت ورجينا وش البنت كامل بسرعة. حلو، شو هالجمال، لك هالبنت بتطير العقل يا ابني. الظاهر تعبتوا لتجيبوها، لهيك أنا رح أدفع لكم أي مبلغ رح تطلبوه مني مقابيلة لأنها عجبتني. مبروك عليكي، بس اسمعي، في شخص بعرفه له حق يزورها بالفترة اللي جاي، قصدي ضيف يعني. ماشي، بسرعة جيبوا البنت منه. اتركوني، بعدوا عني، بعدوا عني، بعدوا. حركي يلا. يلا نزل سلاحك، يلا نزله. انتبه يوك. انقلعوا أحسن ما أوصك أنت وياه. امشي يوك، انتبه له، بعدي. شو يا خالتي، أنت ما بتحضري أفلام؟ ما بتعرفي البطلة شو بتساوي إذا انضرب بطلة وهو عم يدافع عنها؟ ما بتعرفي، رح ورجيك. تعي لهون. شكلك ما فهمتي من أول مرة. طيب أنا رح فهمك، خدي هالكف. بعدي، تركيني.
إذا كنتي ناوية تكملي حياتك وتضلي عايشة هربي من هون ولا عاد تورجيني خلقتك، فهماني علي؟ يلا روحي. انت منيحة؟ انت اجيت كرمالي اليوم، انا نطرتك وهلأ صرت منيحة. انا كتير منيحة، كان قلبي حاسسني انك رح تجي. انت جارح ايدك، كان لازم تدير بالك اكتر، ما بتنتبه على حالك. ما كان بدي ضرب هالقد، كان لازم تدير بالك على حالك. شو كان صار لو تأذيت أكتر؟ لا تزعل مني، بس في أوقات أنت بتجذبها. أنا خلصت مهمتي معكن. يسلمون. بتصدق أو ما بتصدق، أنت مبين عليك عشقان. شو هالحكي هاد؟ حكيت لك القصة من قبل، هاي البنت مو حبيبتي بس مجبور فيها. بس الموضوع مو باين هيك. عموما شكراً إلك لأنه أثبتت لي أنه لسه في عشاق بهالزمن هاد. يا سيدي ديروا بالكن على بعض. بالإذن، مع السلامة. لما يجي حدا ينقذ حياتنا بصير عنا شخص كتير غالي، يعني بطل ما بينتسى اللي سوا. بالنسبة إلي وبنظري بيكون شخص نبيل. هلأ مديونة بكل حياتي لإلك وما رح أنسى فضلك. أنا كنت فكرتك مثل البقية، إنه ما حدا رح يعمل أي شيء بس كرمال ينقذ رقاصة، بس أنت كسرت لهي القاعدة وغيرت لي رأيي. مستحيل أنسى هالموقف، كبرت بعيني كتير وخلتني أحترم حالي وما أسأل عن رأي أي حدا. عن جد شكراً كتير إلك يا يوك، ما رح أنسى هالموقف طول عمري. شو ما عملت ما رح كافيك. انت صحيح مغرور ولئيم شوي، بس انت بطلي من هلأ وطالع. شو صار لك؟ خجلان مرة تانية؟ ما رح تحكي شي؟ ليش انتي بتخلي حدا يحكي؟ ليك يوك اخذ سيارتنا. هاي مو سيارتنا، هاي لإلي، صارت ملكه هلأ. شو؟ أعطيته السيارة وهو بالمقابل وصلني لعندك. يلا نروح. أنا كنت مخطوفة، يعني لو هلأ بتحكي معي بلطف شوي بظن ما رح تنقص منك شي شقفة. عن جد؟ امشي وانتي ساكتة. ألو، وينك أنت يوب؟ أنا بالمكتب. أنا قاعدة بالمكتب، أنت وينك؟ دقيقة، هاتي لهون. ألو، غونجان؟ عصابة مسلحين خطفوا الرقاصة. كهاني؟ كنتي مخطوفة مو هيك؟ هاتي التليفون. ويوق معي هون وأنقذني.
عن جد؟ ايه، وبتعرفي شو؟ الكن عندي خبر حلو، هلأ ما فيني احكي على التليفون، رح وزع اليوم حلويات بكل البيت وخبركم كلكم فيه، اتفقنا؟ يلا باي. شو اللي عم بيصير؟ يوغ ليش هيك عم يعمل معي؟ شلون بهي السرعة وصل لكهاني؟ خبرت جونجان بكل شيء. سمعتك. انت مزعوج بسبب سيارتك ما هيك؟ ولا يهمك، انا بنفسي رح رجع لك السيارة، امشي. بابا! تليفونك. تليفوني؟ ألو؟ مدام، أنا في عندي هون زلمة مقعد وطلب مني اتصل فيكي. هاد عمي. مدام، بده يخبرك بشي مهم، لازم تجي لهون بسرعة. وين هو؟ وين المكان؟ فهمت عليك، أنا جاية فورا. طمان، هي جاية لهون فورا. يلا نمشي. لوين؟ تعالوا على الطريق بخبرك، ما في معنا وقت أبدا. معقولة أبوكي مقعد وطلع من البيت؟ وإنتي مو منتبهة لأبوكي يا روبا؟ يلا أنا جاية، لازم نمشي بسرعة. يلا. وقف بسرعة. أول شيء لازم أعرف لوين رايحين. طيب تعال معي ورح أقلها. هلأ بدي أعرف. لعند عمي. يلا. شو؟ أنت كيف عرفتي مكانه؟ إذا أجيت معي بقلك القصة. بدك تجي معي ولا بروح لحالي؟ تعال. استعجلي شوي. أختي الكبيرة لا تتوتري، طمني أكيد رح نلاقي. إيه بفضل نقك أكيد منلاقي. روناك، جوهي، طلعوا حواليكم منيح، بركي منقدر نلاقيه بسرعة. ايه يا جماعة، أنا كتير خايف تكون العصابة خطفت عمي كرمال تطلب منا فدية مثل ما خطفوا الرقاصة مشان ياخدوا مصاري. صاير عم تخبص. يعني أنا بس عم فكر، ولا ممنوع هالشي؟ استعجل. يلا يا بنتي، أبوكي ما عاد بده يعيش بلاكي أبدا. كهاني كانت تحب كتير الورد والشوكولا، بدي اهدية بقت ورد وخبرها انه هي ما عاد تكون وحيدة ابدا، واني ابوها الحقيقي وما عاد اتركها لحظة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.